بسم الله الرحمن الرحيم، بتوجيه ومتابعة من قبل السيد الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية والسيد المدير العام لهيئة الصيانة، تقوم إدارة مشروع توسيع وتعميق نهري البتيرة والعريض بمزاولة أعمالها ضمن موقعها الممتد من جسر الشذارية إلى ناظم الخمس وبطول 27 كيلو متر. الغاية من العمل هو رفع وإزالة الترسبات الطينية من لخارج مقطع النهر، وكذلك توسيع وتعميق جانبي النهر ضمن المقطع التصميمي، وذلك لاستيعاب تصريف قدره 300 متر مكعب كتصريف مستهدف للمشروع. العمل الآن يجري وفق الطاقة المتاحة بواسطة الحفارات السلكية بعدد 8 والآليات الساندة لها، علما أن كمية الترسبات الطينية في هذا المقطع هي عالية جدا بحدود 8 مليون متر مكعب، المنجز منها لغاية الآن 500 ألف متر مكعب. رئيس مهندسين يوسف قاسم نعمة، مدير المشروع.